عصفور صغير لاحق الشعوب ليغير وجه العالم. تويتر ترك الربيع العربي جانبا ودخل أولمبياد لندن ليغير مسار بعض الرياضيين ويطيح ببعضهم ويرفع من شأن البعض الآخر وجماهيريتهم، فيما يشعل الجماهير في جوانب أخرى. تويتر أقصى لاعب كرة القدم السويسري ميتشيل مورغانيلا من صفوف منتخب بلاده المشارك في الأولمبياد، وذلك بسبب التعليقات العنصرية التي كتبها في حسابه ضد منتخب كوريا الجنوبية. اللاعب اعتذر وأغلق حسابيه على تويتر وفيسبوك وعاد لبلاده. مصير مورغانيلا سبق له لاعبة ألعاب القوى اليونانية باراسكيفي بابا خريستو، والتي استبعدت من المشاركة قبل السفر إلى بريطانيا بسبب تعليقاتها العنصرية عبر تويتر ضد الأفارقة. على جانب آخر، اعتقلت الشرطة البريطانية فتى في العقد الثاني من عمره بعد أن وجه رسالة للاعب الغطس البريطاني توم ديلي يهاجمه فيها بعد أخفاقه بنيل ميدالية أولمبية، معتبرا بأن ديلي قد خذل والده الذي توفي في مايو العام الماضي جراء إصابته بسرطان في المخ. ديلي تلقى رسائل داعمة قال فيها مستخدم: لقد جعلت والدك يشعر بالفخر الكبير، لا تستسلم مطلقا. السباحة الفلبينية ياسمين الخالدي أصبحت نجمة بين المستخدمين العرب لتويتر بعد أن تلقت حملة دعم من المستخدمين العرب لاكتشافهم بأن والدها سعودي الجنسية. الخالدي قدمت شكرها لكل من راسلها عبر تويتر وقالت: أنا لا أعرف ماذا تكتبون باللغة العربية، ولكن أشكركم وأتمنى أن أحقق نتيجة جيدة في الأولمبياد. البريطانيون استغلوا تويتر والأولمبياد في إطلاق كم من الدعابات والتعليقات الفكاهية، وذلك تعليقا على مقاعد الملاعب الخالية في حفل الافتتاح والمنافسات في الوقت الذي لم يتمكن العديد من المشجعين الحصول على تذاكر الدخول. أحد المشجعين افتتح حسابا باسم المقعد الخالي ولقي متابعة أكثر من 19,000 حتى الآن. هكذا فعل العصفور الأزرق، أشعل الأجواء في لندن بين عنصرية وفكاهة، فهل يقوم بأدوار أخرى؟ مرتضى العلوي، العربية.